قد لا يسمح لهاتين الطالبتين الهنديتين النوم في مقر إقامتهما الجامعي في نيودلهي، فهما تشاركان مع نحو 100 طالبة في الاحتجاج على حظر التجول الذي يمنعهن منذ فترة طويلة من السهر في العاصمة الهندية. حتى التنزه في الحديقة العامة القريبة من المنزل ممنوع، لا يمكننا حضور المؤتمرات أو الذهاب إلى السينما، ممنوع علينا ببساطة التنقل في الشارع أو الذهاب بالمترو للقاء صديق أو المشاركة في حفلة عيد ميلاد. وأطلقت حملة الاحتجاجات هذه في بداية آب أغسطس بمبادرة من طالبات هنديات، وهي تندد بالقواعد التمييزية المفروضة في مقر الإقامة الجامعية في العاصمة الهندية، لا سيما منها حظر التجول الذي تلزم الطالبات بموجبه بالعودة أحيانا إلى غرفهن قبل 7 مساء. ويتحجج المسؤولون عن مقر الإقامة الجامعية بضرورة ضمان سلامة الفتيات. وقد حصلت العريضة التي أعدتها الطالبات لتوجه إلى اللجنة الحكومية المعنية بحقوق المرأة على أكثر من 1300 توقيع، علما أن مبادرات من هذا القبيل وبهذا الحجم لا تزال نادرة في العاصمة الهندية.